سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. الفيديو تاع اليوم هذا اللون اللي راكم تشوفوه فيه بزاف شباب، فوق من حنديرو فوق شعرك زعما نقول درتو ديكاباج ماشي شباب ولا ليماش ولا جينيرالمون كامل ما نقدرش نوصلو لدرجه السحب الشابه الصافيه اللي يخرج لنا اللون فيها شباب. هادية يعني مفروغ منها سورتو اللي يخدموا في الصالون يلقاو بزاف هذا المشكل. على هذا خيرت لكم هذا الشعر، كنت درت له ديكاباج هاوليك كما راكم تشوفوا، اذا راهو يبان في الكاميرا اصفر بانان، هذاك المزعج، هذاك اللون اللي يحرق في العينين، وفيه لمعه برتقاليه ماشي نحاسي، لانه اللون النحاسي لازم تعودوا ديروا ديكاباج واحد اخر ما يخرج لكمش اللون فوقه شباب. مي اذا كان لون برتقالي كيما هكا يعني اصفر برتقالي ماشي هذاك اللون البرتقالي القاسح اللي رايح للنحاسي، هذاك النوع لازم تعودوا ديروا سحب لون. على هذا في حال شعركم كيما هكذا خيرت لكم ميلونج، يعني اذا حنعطيكم الحيله اللي نديرها انا باش نطفي الوان كيما هكذا ونروح شويه للون الفاتح. هذا اللون اللي راكم تشوفوا فيه قدامكم لون غير ثابت، يعني اذا كانوا ليماش ولا البالياج تاعك ولا الديكاباج تاعك فاتح شويه رايح يخرج لك وشباب. على هذا اذا كان يعني كيما اللون تاعي حيخرج لك كيف كيف، يعني فهمتوني يعني ماشي علوم دقيقه. على هذا خيرت لكم هذا الميلونج بصبغه بيوبلكس غلام لوك، فوالا هاي ليك. خيرت لكم 11.11 بلون بلاتين اكسترا انتونس. علاش خيرتو؟ اول حاجه خيرتو لانه رقم 11 اللي هو الوان سوبر، يعني لون مفتح بزاف وراح يفتح لنا الشعر تاعنا اللي وريته لكم، لازم تفهموش حتى تصبغوا ماشي هكذاك بركة. ورقم 1 اللي هو سوندغي الرمادي، كيكون الضعف يعني انتونس مركز، يعني رايح يطفي لنا هذا اللون الاصفر اللي رايح شويه البرتقالي اللي ماشي شباب، وزيد الوان سوبر يعني الوان الهاي ليفت رايح يفتح لنا لون الشعر ويطفي لنا اللون البرتقالي. فوالا دوك انا باش نضمن ما يروحليش اللون الاخضر الالوان الزيتونيه، وشنو هما المصححات الالوان اللي حنستعملهم؟ مصححات انا حنستعمل اكيد اللون يعني المصحح الازرق، انا عندي بصبغه لوغيات رقم تاعها 38، نتوما استعملوا اي ماركه حبيتوها واي ماركه عندكم. المصحح الثاني اللي حنستعملوا اللي هو مصحح احمر باش نضمن اللون ما يروحليش للاخضر. اذا عندكم مصحح احمر استعملوا، انا عندي تاع كولوغاي. الى ما عندكمش هنستعمل كيما قدامكم، نستعمل سيريز احمر كرازي في اندريا دوتي، يعني سلكوري سانكم نورمال سيريز ثاني طفي لنا اللون الغير مرغوب فيه. تستعملوا في عبوه هكذا، تستعملوا للزوج قيس نقطه قيس حبه الحمص منهم للزوج في عبوه. انا دوك راني رايحه ندي قيس الخصله فقط، والاكسيدون اكيد ما قهدرت لكمش عليه، حنستعمل اكسيدون 30 فوليوم لانه راني حابه نفتح الشعر ديالي، يعني نتوما في حال عندكم الشيب هذا ما راحش يغطي الشيب، تغطي الشيب اولا من بعد تروحي تفتحي له شعرك، اكيد تغطي الشيب من بعد ديري ديكولوراسيون من بعد باش تصبغي بهذا اللون هكا البنات، لانه الصبغ فيه قوانين وفيه اساسيات خطوات اللي نمشوا عليهم. دوك انا ندي قيس الخصله تاعي فقط، هذا مكان فوالا هكذا ندي قيس الخصله تاعي فقط ماشي حاجه كبيره، فوالا هذا مكان يكفيني لارجومون، فوالا هايديك 11.11. والمصححات رايحه ندي مصحح ازرق كما قلت لكم، ندي انا شويه برك نتوما تدوا نقطه قيس مصحح الازرق. المعلومه اللي لازم تعرفوها، المصححات يختلفوا من ماركه الى اخرى، كما المصحح في لوغيات مركز بزاف، على هذا ما تكتروش باش ما يخرج لكمش اللون غامق ومبقع، نتوما تدوا شويه فقط كما في كولوغاي ماشي ما أنت يعني مركز بزاف اللونه. انا ندي هذا فوالا هاي ليك، ونزيد ندي نقطه قيس حبه الحمص من المصحح الاحمر او كارازي سيريز باش يطفي لنا اللون وما يروحليش الاخضر. فوالا ندي قيس هذا فقط هاوليك، نتوما ما تكتروش تدو
قيس حبة الحمص دوكا خلطوا مليح باش هادوما المصححات يتحلوا في الصبغه. هذه اهم حاجه باش تضيفوا الاكسيدون، والاكسيدون في بيوبلكس يعني قيس كميه الصبغه هذه نزيدوا عليها الضعف، يعني نسبه الخلط واحد تقابلها واحد ونص. فوالا دوك انا هكا خلطتها، دوك نزيد الاكسيدون يعني ندي نفس الكميه. الا درتو 50 غرام تاع اكسيدون تاع صبغه، 50 غرام تاع صبغه تدو 75 غرام تاع اكسيدون. فهمتوني البنات؟ فوالا هكذا نخلطهم مليح 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 حتى للتجانس. اذا حاطين لكم ليماش ولا ديما تسقسوها لي البنات. اللون فاتح ما ديروهش فوق شعركم الغامق يخرج برتقالي، تروحوا تصبغوا غير وين عندكم ليماش ولا البالياج، ما تقيسوش القاعده تاعكم البرتقاليه باش اللون ما يخرج لكمش برتقالي. دوك انا نخلطو مليح ونعاود نولي لكم. بون بعد ما خلطتو مليح مليح دوكا نحطو هنا ونصبغو حتى كامل الشعر يتقاس، وشبعوا شعركم بالصبغه ما تشحوش، هذه لازم. فوالا دوك انا هكذا، دوك انا واش ندير راكم تشوفوا اللون تاع الصبغه تاعنا كيفاش راهو اللون تاعها تبدل كدات المصححات. دوك انا نخليه مده من نصف ساعه حتى 45 دقيقه، يعني كي تشوفوا اللون طفى روحوا اغسلوا شعركم، يعني ما عندوش وقت البنات، ماشي نصف ساعه تروحوا تشلوه، يعني من نصف ساعه حتى 45 دقيقه عينكم هي ميزانكم. كي تشوفوا اللون طفى المهم ماشي قبل نصف ساعه، نصف ساعه لازم ديروها سورتو كي تكون عندكم شعر تاعكم كيما تاعي انا. من بعد نعاود نولي لكم وتشوفوا كيفاش كنا وكيفاش ولينا. الوغ البنات شوفوا بعد ما خليته 35 دقيقة برك، شوفوا هاوليك، شوفوا دوك هكا ميبانش كامل. دوك انا نغسلو نشفو ونوري لكم النتيجة كيفاش خرجت لي. بون هايليك نتيجة البنات، شوفوا وين كنا وين ولينا. اذا راكم تغمخيو كاين شعرات راهم فاتحين بزاف رايحين للرصاصي، لانه كان شعر هذاك فيه ديماشة، يعني كي ديكابيتو شعر اللي كان اسود ولا في الاصفر رايح للبرتقالي، وين كان لي ماش سي نورمال يزيدو يتفتحو، سي بوغ سا راح لي للرصاصي. على هذا يعني كما قلت لكم هاد الصبيغه هادي 11.11 اذا درتوها على شعر يعني بلاتين ولا فاتح ولا يروح لكم للرصاصي. انا درتو على شعر اصفر برتقالي كما قلت لكم قبل، كما شفتو شوفوا اللون كيفاش طفاه لنا، يعني لو كان ما درناش هذوك المصححات لو كان راهو اشقر زيتوني هذاك اللي رايح للحشيش هذاك اللي ماشي شباب. على هذا خرجنا هذا اللون شباب كما راكم تشوفوا، لون بزاف صافي وبزاف شباب. يعني صبغه خلوها للكوارث، كي تصرا لكم كارثه في شعركم يخرج لكم الشعر برتقالي ولا طفوا بها اللون تاع شعركم يخرج لكم اللون شباب وصافي وموحد، هذه اهم حاجه. نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو، ما تنساوش ابوني وشان يوتيوب، بارطاجيو القناه والفيديو، والسلام عليكم.